سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم نعملو هاد الوريده، هادي اللي في وسط هاد الوريده هادي كبيره، غنعملو الوستانيه منفوخه شويه. شنو غنحتاجو في هاد الورده هادي؟ غنحتاجو موزون اللي هو تقبه في الجن، غنحتاجو جوهر مكور اللي هو هذا المكور الصغير، ها هو هادو جوج اللي غنحتاجوهم في هاد الورده هادي. اول حاجه انا من الموزونه اللي هي هادي، ها هي نعمل موزونه، غنعمل جوهره مكوره، ونجي لهنا هايدا، ونجي قدامه شويه، عاوتاني غنعمل موزونه، ها هي موزونة وجوهر مكور، هايا هاو كيف ما كتشوفوا، ها هي كتجي طالعه شويه هيدا. نبقى ندور عليها بنفس الطريقه، ها هي هذه كتجي، هاد الموزونه هذه كتجي سهله. علاش؟ لان ما كنبقاوش نشوفوا الوجه الظهر، لان كيكون عندها جوج بياح في حل. هيدا غندور على الورده ديالي كامله بنفس هاد الطريقه، هادي غندور هاد الدائره هادي كامله، موزونه حقيقة، بعد ما ساليت الدورة الأولانية نعمل الدورة الثانية، حتى هي بنفس الطريقة، هاهي دائما كنعمل موزون وعقيقة، موزون وعقيقة باش كتجي منفوخة. الا خصكم تجي منفوخه، الا ما خصكمش تجي منفوخه كتعملها نفس الطريقه ده هادي، يعني كتخدمها عاديه. حنايا بغينا زعما الورده تجي منفوخه في الوسط باش تجي فحال الورده مفتحه، هنايا كتجي احسن من عاديه. اولا كاين اللي كيبغي كتشريوها ديك الموزون اللي كيتباع واجد، اللي انا نبتو في جلالب، هادوك اللي قلت لكم انا كيتباعوا ب 7 دراهم او 10 دراهم، يمكن تعملوا هادوك، يمكن تعملوا حتى ديك الورادي ديال التول، حتى هما الصراحه كيجيو مزيونين. ولكن هادي انا بغيت نعملها كامله بالتنبات ديالي، يعني ما شريت لا شي حاجه واجده. كيف ما كتشوفوا ها هي الورده ديالي بدات كتبان، والوسط ديالها كيف ما كتشوفوا معلي ماشي فحال هذا. هذه الطريقه يمكن نستعملوا بها حتى الورده بحال هكذا، تجي كامله بومبي. وانا ان شاء الله ملي نسالي هذا الموديل هذا غنزلو لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو، وتشوفوه موقف على مانكان باش حتى الشكل ديالو كيبان ماشي بحال هكذا. كيف ما كتشوفوها هي
بدات كتنتعي هذا هاهي هاد الخوا كيبقى الدوق ديالنا، بغينا نعملو حجرة، بغينا نشدوه كامل، بغينا نعملو بيرلا، اللي بغينا نعملوه هنايا كنعملوه. يعني كيبقى الدوق ديالنا حنايا شنو بغينا نعملو في الوسط. انا كنشوف انا شي سيبورتا في الحمر باش تجي فحال هاد الحاشيه هادي. نشوف ها انا عملت هاد الحجيره هادي في الوسط كيف ما كتظهر لكم، وها انا ساليت هاد الموديل هذا. ان شاء الله ملي نساليه كامل غننزلو لكم باش تشوفوه وتشوفوا الشكل النهائي ديالو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا ومع درس جديد ان شاء الله، وشكرا.